لم يكن هذا الشخص بانتظار زائر غير متوقع يضع نهاية لقصته بعد أن كان العشرات بل المئات من العراقيين ضحاياه. الشخص متقمص شخصية الطبيب محمد حمزة الخزاعي مفتتحا عيادة طبية في حي البياع ببغداد يكتب فيها الوصفات ويعاين المرضى، بل ذهب إلى إجراء عمليات جراحية لأبرياء خدعهم لقبه العلمي وانساقوا وراء طيبتهم وبحثهم عن الشفاء. إذا أنت مو طبيب. مو طبيب أنت، هاي شو اسمه اللجنة تقيمنا. أنا مو طبيب. أنا طبيب، أنا قيمت، أنا المفتش العام. هذا الوزارة. أنا أعلى سلطة. هذا عبد المحسن الخزاعي. نعم. أنا محمد حمزة الخزاعي. أنت ما شرفني، أنت ابن عمي ما شرفني. أنت ما طول اعتديت على حرمات الناس. منو اعتديت على حرمته؟ طبعاً اعتديت على حرمات المرضى بتقمصك شخصية الطبيب. كاميرا السومرية رافقت المفتش العام لوزارة الصحة الدكتور عادل محسن ودخلت معه عيادة الطبيب المزيف الذي ادعى حصوله على شهادات عدة في طب العيون والباطنية وحتى شهادة البورد في الباطنية من لندن حسب قوله، وهي شهادة غير موجودة أصلا. انت ماخذ اوراق مزورة باسم دكتور محمد حمزة وادعيت انت راجع الى البلد قبل سنة من 2008، وبما انه اكو فعلا اكو واحد اسمه دكتور محمد حمزة، اذا صحة الصدور موجودة راح نجيب دكتور محمد حمزة اللي انت متقمص شخصيته. انا طبيب وخصائي عيون والمستشفى تدربية. اخصائي عيون؟ نعم. زين واخصائي باطنية ايضا ما اخذ بورد؟ انا مشتغل، اي مشتغل. انا مشتغل. اخذ بورد بالباطنية؟ فانت طماطم على كل شيء. انا اشتغل كل شيء، انا عندي ذكاء وافتهم كل شيء يعني. وكشماعة استخدمها كثيرون لجأ الطبيب المزيف الى الادعاء بانه سياسي ومضطهد عائد توا الى العراق. انا من السياسيين الطالعين خارج العراق. على راسي. اكو واحد ما يعرف شنو مكونات الرتنة؟ أنا من السياسيين، أنا من السياسيين المطاردين. ما لا علاقة بالدكتور، لا علاقة بالعلم، السياسة، أنت السياسة اليوم ما تبيك. أنا أحكي، أنا أنت طبيب ولا مو طبيب؟ أنا لا، قلت لك طبيب وهاي كل بس هسه أقول هسه أنت من حكي العلمي أثبتت لي أنت مو طبيب. مفتش وزارة الصحة أعرب عن أسفه لسماح مستشفيات حكومية لهذا الشخص بإجراء عمليات جراحية فيها. انا حتى الابندكس ذاك يوم سويته. الله يسعدك ان شاء الله. روح شوف مستشفى الامام علي، شوف قدراتي، شوف انا كم عمليه مسويها هناك مستشفى. اقول لك تتصور اني ما خبرت مدير المستشفى والاطباء قبل ما اجي، وانا بعدني ما دققت المرضى اللي عالجهم كم واحد توفى تحت ايده، لان هذا اذا اكو ناس توفوا تحت ايده فمعناته هذه قضيه قتل. حقيقة سأسأل إدارة المستشفى ليش ما اتخذوا أي إجراء عندما لاحظوا عدم وجود أي مؤهلات أن يكون طبيب. وللاعتداء على أرواح المواطنين أوجه عدة، لم يكن متوقعا أن تكون عيادة طبيب مكانا لها، أمر يدفعنا لأن نتوقف كثيرا قبل أن ندخل عيادة استشاري يستخدمها طبيب غيره، بل ويدعونا لأن نتحقق منه قبل أن نسمح له حتى أن يعاين مرضانا مستقبلا. محمد الغزي، السومرية.